في الفترة الأخيرة الكثير من التجار تتوجه إلينا وتشتكي من حظر حسابها على موقع إيباي، وفي هذا الفيديو سأشرح لكم 6 أسباب أساسية لحظر حسابكم على موقع إيباي. قبل أن أشرح أسباب حظر حسابكم على موقع إيباي، دائما عندما يتم حظر الحساب على موقع إيباي سيرسل رسالة لبريدك الإلكتروني وأيضا للبريد الخاص بك على حسابك على موقع إيباي. في الرسالة سيكون مبين سبب حظر حسابك. أرجو أن تقرأ الرسالة لتعرف سبب الحظر. فقط عندما تعرف سبب الحظر يمكنك معالجة المشكلة. السبب الأول لحظر حسابك على موقع إيباي هو التأخير في معالجة الشكاوي لعدة مرات. بحالة إحدى المشترين رفع شكوى ضدك ولم ترد على الشكوى خلال 5 أيام عمل، موقع إيباي سيغلق الشكوى لصالح المشتري ويرجع له المبلغ على حسابك. وإذا لاحظ إيباي عدد كبير من الشكاوي التي لم تعالج على حسابك، أغلب الاحتمالات سيتم حظر حسابك. لذلك دائما تفقدوا الرسائل، وإذا يوجد أي شكوى عالجوها في الحال. السبب الثاني عدم معالجة طلبات الإلغاء أو الإرجاع. التأخير في معالجة عدد كبير من طلبات الإرجاع أو الإلغاء قد يسبب لحظر حسابك وضرر كبير على تقييم حسابك. لذا عالجوا شكاوي الإرجاع أو الإلغاء بأسرع وقت ممكن. يمكنكم رؤية طلبيات إرجاع أو إلغاء من خلال رابط الرسائل الخاص لموقع إيباي أو من خلال رابط مركز التفاهم على موقع إيباي الريزولوشن سنتر. السبب الثالث هو التأخير في دفع رسوم إيباي الشهرية. حسب رأيي إيباي كريم جدا معنا. موقع إيباي يعطينا الإمكانية لتسديد رسومنا خلال 30 يوم. إذا لم نسدد الرسوم خلال 30 يوم الحساب سيحظر وسيكون من الصعب إرجاعه. عدم تسديد الرسوم تعد من أصعب الاتهامات لدى موقع إيباي. السبب الرابع هو إعلان منتجات ممنوع بيعها على موقع إيباي. يوجد على موقع إيباي قائمة ماركات عالمية ممنوع بيعها على موقع إيباي والتي تسمى بقائمة الفيرو. أصحاب هذه الماركات اختارت بعدم السماح لبيع منتجاتها على موقع إيباي. هي المسؤولة عن الماركة ولديها الحق لفعل ذلك. لذلك قبل إعلان أي منتج لماركة معروفة عالميا، تأكدوا أن الماركة غير موجودة بقائمة الفيرو. الرابط للقائمة موجود في وصف الفيديو. لذلك عندما تعلنوا منتج لماركة معروفة، تأكدوا أنه غير موجود في هذه القائمة. السبب الخامس هو العمل على الحساب من عدة شبكات انترنت مختلفة. يوجد على موقع إيباي برنامج حماية ذكي جدا وحذر جدا. إذا لاحظ حسابك يدخل من عدة شبكات انترنت مختلفة ومن عدة دول مختلفة ممكن أيضا بفترة قصيرة جدا، أغلب الاحتمالات الحساب سيتم حظره. ولذلك لا تدخلوا لحسابكم من عدة شبكات، ادخلوا من شبكة أو شبكتين ليس أكثر. مهم جدا أن تتذكروا ذلك. السبب السادس والأخير هو التأخير في توثيق تفاصيلك. بعد مرور فترة من التسجيل على موقع إيباي، الموقع سوف يوقف حسابك، الحساب سيتوقف وسيطلب توثيق تفاصيلك. عليك التواصل مع موقع إيباي، سيسألونك بعض الأسئلة ويتأكدوا من هويتك والتفاصيل التي عرفتها في حسابك، أي عنوانك واسمك ورقم هاتفك. إذا تأخرت من توثيق هويتك سيتم حظر حسابك. انتبهوا أن جميع العوامل التي ذكرتها هي بتحكمكم. أنتم المسؤولون عن حسابكم وعن سلامته أيضا. إذا أجلتم أي طلبية أو إذا تكسلتم في معالجتها، اللوم على حظر حسابكم سيكون عليكم أنتم فقط. موقع إيباي يريد الحفاظ على سمعته ولديه قوانين واضحة للعمل بطريقة صحيحة على الموقع.
لا تحاولوا التلاعب مع القوانين، نحن هنا لنبني مشروع تجاري للمدى البعيد. حسب رأيي، شخص يتلاعب مع القوانين هو لا يفكر بمشروع للمدى البعيد. اكتبوا لي بالتعليقات ما هي أسباب حظر حسابكم وسأحاول مساعدتكم. أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.